عمر مين بيصير بده قال استقصد انت ما عارف بعرف انك ما خلاص خذها بحلمك احنا ما احنا يا رب يا الله حيا نورت 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 يا ربيت البشر كيف برا ما شفت مستشفى وطلعت يا ربيت الحياه ضاعت يا ربيت صرت قافل بلديه مهندس النظافه يا الله حيا يا ربيت صرت رئيس البلديه الحمد لله والله رئيس تنظيف شايفك الله يخرجنا يا اخي يكذب عليكم ابشرني الولد كيف ان شاء الله طيب يا رجال الشايب يبغى يرسل القعود قلت لا غلطان يا مرحبا يا مرحبا والله ما تقصرت في الشايب جاك خبر من دفنا من دفنا ما هو جاي الحمد لله على السلامة الله يبقيك يلا صالح تغير اقسم بالله اني حسيت بشعور البراين ليه يلا حيا يوم طلعت مدري فقدت شيء كبير ارحب يا مرحبا انت ليش تخيل انت الرميت خليك كذا الحين حمار ما عاد يجي والله حق لك يا شيخ والله حق لك انا اللي اجي واسلم عليك يا شيخ الله حي والله ضاعت والله ما ادري ما شكرا الله يحييك على بركه تستاهل الله يبارك فيك يا مرحبا سلم على جاكي سلم انا هو الله يبارك يلا كيف الله يسعدك والله شفتك عنده بس ذا ما هو جاي ان شاء الله انا خير يعني الله يحييك الله تمام والله مبروك تستاهل رئيس البلديه الله يبارك عمرك ما قصرت طيب الله كم عنده بس الله يبارك كم لا محمد الشايب اللي سمه النمو حق رئته ناقص لان مولود شهر نص الثامن فقالوا لا ان شاء الله ان الامور طيبه ان شاء الله من النايف يمديكم تجيبون بس علف جاي الله يرجع ان شاء الله ان الامور طيبه ما قصرت شفت 50 شفت انك جبت العيد في السؤال وشفت انك جبت 50 ما قصرت شو الاخبار طيبين يا مرحبا يا صالح يلا 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 خلينا نجيب ايش اسمك يا جماعه انا اعتذر منكم انا وصيت رجال يا صالح الحق انا ما جيت مواصل اليوم ولا جيت الا متاخر وصيت رجال